الشارع له مخططات خاصة بي، يعني راح يبتدي هو طبعا من يم جسر الشهيد محمد باقر صدر لحد تقاطع المعارض. عندنا موضوع المشاتل تقريبا انحلت بعد كم مشتل، لا تقريبا راح تنزل هالكم يوم. عندنا بس موضوع المعارض مال السيارات، اعطيناهم المحددات ايش قد يرجعون، وراح يكون اكو سايدين سريعات وسايد خدمي يكون محاذي لللاندسكيب والمنطقة الخضراء اللي محاذية للنهر الفورة. هي جسور اللي أصلا علينا النهر الموجودة حاليا كلها جسور متجاوزة وغير أصولية اللي موجودات حاليا. الجسور الرسمية على نهر الفورة هو جسر المدخل أبو الخصيب مال البراضية، وجسر الفورة اللي هو حاليا المول، جسر الدويد منطقة الدويد. باقي الجسور الموجودة هي فيها تجاوز. العرض الشارع راح يكون 10 متر للسايدين السريعات، والسايد الخدمي راح يكون 7 متر، وراح يكون وباركين مقارب للشارع الخدمي 6 متر، ويصير مباشرة المحاذي من الباركين لحد النهر راح يكون لانجسكيب ومنطقة خضراء وحديقة مفتوحة على طول النهر. والله احنا الوقت المحدد هو المشكلة مو بالوقت، إزالة التجاوزات، يعني نقدر نشتغل لنا مقطع، بس المقطع هو طبعا تكملة لباقي المقاطع. مشكلة اليوم اكو مشتل انشاري هنا تقدر ترفع الانقاض مالته، مشكلة نعاني من عندها بعد ما يتم هدم المشاتل او المخلفات. المخلفات جاي يشوف فيها مخلفات يعني مرعبة، هذا تعال تطلع الاسس مالتها وتقلعها، وجاي يشوف فيها القلع مالتها يصير اكثر من مترتين تقريبا، يعني الاسس والمنشآت هاي كلها تنزال، يعني راح يصير كلها منطقة خضراء. احنا المدة مجرد ينفتح العمل المدة قصيرة جدا، لان يعني هو الشارع مو صعب بالنسبة للشركة، يعني الشارع نقدر نشتغله ونقدر نشتغل به 24 ساعة، يعني يصير الشغل بالليل عمل بالشارع وشغل بالنهار رفع الانقاض اللي محاذيه للنهار. بس مشكلتنا اكو بعض المشاتل بعد ما رفعت، جسور بعد لحد الان ما مرفوعه، المعارضه السيارات بعد ما مزاله، بس احنا جاي نشتغل بالممكن بالمقاطع المفتوحه.